أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم حكي مصلاوي. طبعا بعد اللقاء الجميل راح يكون ضيفنا رسام بتقنية الثلاثي الأبعاد. هذه التقنية صراحة هي جديدة ومستحدثة وبها معظم كلش حلوي، بها أسرار جميلة راح نكتشفها معاكم من قبل الرسام المبدع عمر الميلاتشي. أهلا وسهلا بك يا عمر. أهلا وسهلا بك وبحضرتك. أولا يسعدني أن أكون ضيفكم بعد برنامج مميز، وكل الشكر والتقدير لحضرتك كادر القناة، ويسعدني أن أكون ضيفكم بعد حلقة إن شاء الله. إحنا الأسعد صراحة، لأن أنت ما بس رسام، أنت خلوق، أنت رجل صبور ربي. يعني نحن كل شخص يعني إلا ما أكو ناس تعلمون يستمدون منه الأمور الإيجابية، وأنت ما شاء الله عليك كلتك إيجابية، لأن أنت إنسان مبدع، وأنا يشرفني أنه أنت تكون ضيف في هذا البرنامج. طبعاً صارت بهذه الحلقة بعد العيد، طبعاً جددنا شوية من التطورات حتى نواكب. إن شاء الله يا ربي تكون هذه الحلقة ترتقي إلى مستوى ذائقة مشاهدينا الأعزاء، وأيضاً لك أنت همينة تكون ترتقي إلى مستوى ذائقتك إن شاء الله من خلال الفقرات والحوار. الله يحفظكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظل المشاهدين ومتابعين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طولنا بالمقدمة شوية، عذرنا. حبيبي حبيبي عمر. طبعاً ببداية كيف تحب تقدم أو تعرف نفسك؟ اسمي أولاً عمر زهير محمد صبري، والمعروف حركياً بعمر الميلاتشي وفنياً. عمر الميلاتشي هي من أصول سورية؟ أي نعم. أنت من أصول سورية؟ أصول سورية نعم. دمك حلو. الله يحفظك ويبارك فيك. طبعاً العشيرة هي من زبيد. نعم. الميلاتشي هي مهنة، تعرف أنت كل عشيرة بها. أكيد يعني مهنة، أكو الصابونشي، أكو الدبار. أي نعم. صح. الموهبة اللي عندي صراحة من أنا صغير. يعني نتكلم عن الموهبة طبعاً. أي. بس بداية أريد أعرف إنه أنت شخصياً بطاقة الشخصية إلك عمر الميلاتشي، وبعد يعني الدراسة، المواليد، الاهتمامات. مواليد الموصل 16/6/1988، خريج الدراسة المهنية، ووصلت النهاية طبعا آخر سنة، بس مو خريج يعني، غير نقول دراسة مهنية آخر سنة. عملت في مجال البرمجة من 99 ولحد الآن، برمجة والموبايل واللابتوب وغيرها وأجهزة الألعاب. حلو حلو، أنا أحييك على هذه الاهتمامات، ولكن يبقى العمل الفني هو الأسمى، لأن هو نابع من شخصية غير عادية. خلينا نتعرف على هذه الشخصية الغير عادية، كيف ممكن تنتج هذه الأعمال من خلال طلعنا على لوحاتك، وأتمنى من زميل المخرج يعطيني اللوحات حتى شوي نحكي بها. طبعا لوحاتك مميزة على الورق، فجبت لي مجموعة منها، أنا أشكرك. شكراً أستاذ. هذه فايل معاملة. أي إن شاء الله ننتظر وقت تعيينه. حيك أنا طبعاً. لحظة علي خيش قلب. يا بسم الله. الصورة هذه طبعاً 3D، ولازم يكون نظر إلها من زاوية معينة. نعم نعم. حلو. شخصية سوبر سونيك. أي نعم. سونيك. أي نعم. أنت تحب الأنمي؟ كثير والله، تعرف تربينا عليها وإحنا صغار. ضار من أنت وطفل. أي يعني. نعم. حلو. تصميم هندسي معماري. هذا نعم، رسم هندسي مع بورتري. يعني يخضع للمنظور. أي نعم. يخضع للمنظور، أنا أحييك. بعد أكو بعد جدار بتقنية 3D، هذه كلها راح أشوفها من خلال الصور الفوتوغرافية. ايضا ان شاء الله راح نعرضها، لان هذه تقنيه 3D اعتقد يعني لازم نشوفها من زاويه معينه. اي اكيد زاويه معينه. احكي لي عنها. هذه الصور طبعا هي شغله ما مطروقه عندنا، فحبيت ابدي بيها كبدايه، لانه اولا جديده على الشارع الفني. حلو. اوكي. وصراحه لقيت اعجاب كثير عليها اول ما اشتغلت عليها بال 2017، فالجمهور اللي هو اللي شجعني اطور بهاي. زين ليش شجعك الموضوع؟ احكي لي عن هذا التخصص بالتحديد، احكي لي عن هذا الاسلوب، يعني اشنو معظمه حتى ناخذ عنه فكره بسيطه على الاقل. اي نعم. لك الشيء يعني. اي نعم. هذا يخلي
مثل ما نقول المتابع أو المشاهد اللوحات يحس بأنها مجسمة وليس رسم بورتري عادي على لوحة. أي نعم، راح يحس أنه مثل نقول مثل الفراشة اللي شفناها حضرتك، راح تكون مثل الكرة فوق الكرة فوق الورقة العفو. هذه أيضا طول، لكن إذا نزلناها بعد تكون أكيد بعد. أي نعم، سيب كان تحتاج إلى عدسة. أي نعم. طيب اللي أنت تتابع هذا الفن اللي أوجده مثلا اللي انطلق من أوروبا على ما أظن، اللي إحنا شفنا بأوروبا معارض أو معرض فني يضم عمل واحد فقط. نعم. هذا العمل يعني قد يكون مثلا في دروكام، يعني مجموعة نفايات، خلي يقول مجموعة نفايات، كان عمل منهم في شكل معين كل الزوايا تشوفه ما راح تفهم إيشنو هذا الشكل. صح. إلا إذا أنت دحقت وفتحت عينك وسد عين، تفتح عين ومن عدسة واحدة من زاوية واحدة تشع بورتريت وجه أكيد. تشع فد منظر حلو. أكيد أكيد، لأن كيف؟ الفن موجود عند تقريبا كل شخص. بس أحكي لي عن ثلاثي الأبعاد هاي التقنية. الثلاثي الأبعاد مثل ما قلت لك المغزى منه أنه توصلها للمشاهد بأنها شغلة مجسمة فوق الورقة. فوق الورقة بالضبط. أي نعم. اللي هذا عملت الظل. صح. هو يعني. هي الخدعة بالظل. حلو. إذا ما رسمت الظل ما راح تبين. تكتب. أي نعم. عافية عليك. زين. طيب كيف بدت معك هذه الموهبة؟ إيش بدأ ولاعك واهتمامك؟ يعني نحن أعطينا فد حافز إنه نحن ممكن نعمل الشيء اللي نحبه. والله الحافز الرئيسي إنه صراحة شفتها عند رسامين. الله ينعم. رسامين من أوروبا مثل ما تفضلت حضرتك قبل شوية. حلو. وصراحة ردنا ليش هالفن موجود عندهم وما موجود عندنا؟ ليش دائما يأخذون معنا؟ هذا هو السبب الرئيسي. أي أكيد. نعم. أحييك. فلازم إحنا نستلم ونكون أحسن منهم. أي طبعاً هذا إذا تشوفه من زاوية معينة مايلة جداً راح يبين طايف يعني. ممكن إن شاء الله راح نشوفها من خلال الصور الفوتوغرافية. إن شاء الله. تعرض على الشاشة. إن شاء الله. نشوف الجمهور أيضاً. أنت هون اعتمدت بس على الظل. قطع الظل نعم. رسمة عادية بس شوف الظل انطاك بها بعد عن الورقة. إيه لازم حاول تقصها بعدين تعمل لها إطار الشكل. أي نعم. هاي اللعبة اللي أنا عقدت حياتي. مكعب روبك. الشغلة عقدتني بحياتي هي. عندي 2-3 بالبيت ولا واحد. موجود قانون عندي. إن شاء الله أنطيك إياها. هي خوارزميات. أكيد. بما إنه صيف واشتهيت. عطشني. شمزي والله يا عيني. زين أنت تعرف ليش؟ يسموه الشمزي يعني هي الشمزي المصلاوي. بس المواصل يقولون الشمزي. ما ليش مغيحتها يا اخوي؟ بس غيحتها اكيد الشمزي. واشتري جمعات يطبوها ويشموها. ما تمام. كان واحد باب الطوع يقول لهم زين هذه مليحه للشرطه ولا ما الشرطه؟ قال لي مليحتها هسه شرط لك اياها. شمزي ما هذا شمزي يعني شتمزي. اي نعم. شم فصاغت شمزي فصارت هذه تسمية أطلقت على هذه الفاكهة وناس يقولون عليها الرقي أو البطيخ. جلندايزر. دوق فليد. عشق الطفولة. يا أخي أنت ذكرتني. حلو. حلو هاي البساطة عندك بالله. حاول تطور أدواتك إن شاء الله. إن شاء الله. وتقنيات حديثة جديدة. ما أقصد الديجيتال، أقصد المواد الخام اللي أنت تستخدمها. صح. صح. عادة. إن شاء الله مستقبلا. نعم. أتمنى من زميل المخرج. استلم من المواد. شكرا لك استاذ. طيب يا عمر انا نعم. عندي معاك فقرات المصطلحات المصلاويه. اريد اشوف جاهزيتك. انت بالبيت تحكي مصلاوي لو ما مصلاوي؟ لا عادي. اللهجه الدارجه البيضاء. اي نعم. زين راح ابدي معاك بالمصطلح الاول. هذا المصطلح الاول يقول شلله عليه من شلله. ما سمع بينه. تطلق على الشخص غير منتظم. أكيد. إيش نشد؟ ماكو مشكلة. ستوكات. هاي ستوكات. ستوكات خردوات. سكرابات. مصطلح سوكر. عدله رتبه. مثل ما نقول هيئة بالصحيح. جيد. السبق وسمعت بمصطلح الجاجيم. الجاجيم ايش هو الجاجيم؟ والله صح هو سمعه
بس على رجوع على الذاكرة لا بقت هاي الحجج مالتك يمين يسار لا تقلي انت ما تعرفها اصلا اكيد لا سمعها حبيبي الجاجيم هو الغطاء من الصوف طبعا غطاء صوفي زين نعبر على بعدها لما نقول لك من ميلو من ناحيته ستة او ستة اخي يقول ستة جدة الجدة احسنت هذا شخص مضغوب عب او ضغبون عب مغدور احسنت سين بالك دير بالك او انتبه علينا شلولو عليه من تقال ضحكت على الشخص الخفيف جدا شلولو الهم غير متزن غير متزن نعم الطمش شوف خغب الداغه ما يعني عجق يعني خربها يعني اكيد طيب اخر مصطلحين لا اخر مصطلح عفوا المصطلح الاخير يقول مطنقر عليه من نقول مطنقر مطنقر الضيج من الشغله و مثل ما نقول مزعوج مزعوج طيب وبهاي المصطلح الاخير راح انهي الفقره وناخذ فاصل حتى ناخذ فقره جديده بعد الفاصل وفاصل سريع طبعا يعني لا تلعب بالك احنا نشرب ماي لحقنا مشاور مشاهدينا الكرام فاصل قصير وراجعين انتظرونا ورجعنا معاكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل وحتى نكمل معاكم بالفقرات الجديده اللي راح نكملها طبعا اول شيء الفقره الهيدفون طبعا ما فقره ما جديده بدت مع بدايه البرنامج ولكن تجديد راح تشوفونه بعد ما تقع بها انت ان شاء الله وانا ما راح اوقع نفسي بها ان شاء الله بلش بها ان شاء الله طيب نتناوش الهيدفون اوكي بسها يا الله ما عليك مني او ما عليك بالكاميرا بيني وبينك تسمعني اخي علي لك هي حتى تسمعني مليح يلا ضبطها ضبطها احنا بعدنا على الهواء اوكي انسان كريم استغاء حليب شنو باللي سمعته انا بشرفك عيده بشرفك عيده عيده شنو استكان حليب؟ هاي هو ماكو هو لأنه استكان شاي أنا بكوب حليب كوب حليب يلا ازرع واحصد ازرع واحصد ازرع واحصد ياخذ يودي ودي يجيب لا يحل لا يربط ما أعرف إيش راح أغيره بعده خبز شعيره خبز شعير خبز شعير اشني راح نضل صيفني وصيفن ما تصني وانا غدا ما اتصلك ليش شو هتغد لي هي خبز شعير شعير كبد شعير رجعته اوكي حامض حلو حامض حلو طبعا سمسم وحلاوة سمسم وحلاوة سمسم وحلاوة مستوى 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 ايه حجنجل حجنجل شنشل بجنجل بجنجل بدي قربت قربت حجنجل 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 اشنشد لا والله ما قلنا قبل شوية هاي بالفقرة المصطلحات يلا ركز معي ركز فستق عبيد فستق فستق عبيد فستق عبيد ايه شرز شرز فول 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 اوكي اربعة في اربعة اربعة في اربعة اربعة في اربعة والله حشك بيك تسمعني ايش شو غديت علي لك انا؟ لا جديات حاول تسمعني. لا والله. اوكي هذا صوتك. هنيالك هنيالك. بيالة. الله شفت والله انت. اوكي. زملاء زملاء.
ملابس بارة؟ جلاس زبيب. جلاس زبيب. خلصنا الفقرة. بعدين اسمع. عبد الله السلامي دادا. الله يسلمك. اوه مش حيخلصك. ايه متحلف بيه، متحلف بيه يا ويلي يابا، متحلف بيه. ها اوكي حضر لي كلمات. ايه ايه مشاهدينا الكرام، طبعا مثل ما انا حضرت له، مثل ما حضرت له الكلمات، هسه هو محضر لي بالبيت كلمات، بده يشوف ايش محضر لي. الله يستر. يلا سعد يا الله نبدي. باسترمه. باسترمه. جوعان ها كم اخو طيب الباسترمه شهيتني. كمل كمل. كم اخو ها كم اخو بقلاوه. كم اخو حمبو قلبي. كم اخو كم اخو عافيه. استكانة شاي. شاي. استكانة شاي. استكانة شاي. اي ما قبل شيء قلنا تشابه بالتعبير. يلا قوطي صبغ. ها قوطي صبغ. سلام زيدان. قوطي صبغ. قوطي قوري. قوطي طشط صبغ. جانا بعد حنفيه صوندا بعده. كلش مليح. ها كلش مليح. كلش حلو. كلش مليح. جيد جدا. بطاطا وطماطا. للأسف. بطاطا وطماطا. ها بطاطا وطماطا. خوش منطقة. بطاطا وطماطا. بطاطا. جيد جيد جيد. غاح وتعال. شكرا. غاح وتعال. غاح وتعال. غاح وتعال. غاح وتعال. نجح. سمي بالله. ها سمي بالله. اصطبر لي. سمي بالله. سمي بالله. سين بالك. قربت. سمي بالله. الله يجازيك. الله يتقم منك. الله يشيلك. رغيف خبز. رغيف خبز. قوس خبز. لف فلافل. رغيف لف فلافل. رغيف خبز. دست طاوة صيني. رغيف علف. بعنا. خبز رقاق. شربت ماي. بطل ماي. شربت ماي. بيبسي. شربت شوربة. ماي صحيح. الماي ثاني حي صحيح. الأولى شربت اشرب ماي. ماي جيد. ما قلت تشرب ماي. لا قلت ماي. يلا ما مشكلة. أوكي. عدينها. أوكي. يلا خلاص الفقرة. أويلي الفقرة. عشان الحفلة الحمد لله على سلامتي. طبعا مر وقت على الفقرة هذه. فقرتي وفقرتك أنت. فأنا طبعا أشكرك. وراح نروح هسه حاليا فاصل ونرجع نكمل وراها. شهدي الكرام فاصل قصير وراجعين.
رجعنا معاكم مرة ثانية مشاهدينا بعد هذا الفاصل القصير، وحتى نكمل الفقرات وتكون الأوقات أحلى بالمرح وبالفرحة وبالضحكة وشوي خلينا شوي نطلع الروح المرحة، جانب المرح من شخصيتك أنت، حتى استمتعوا معنا مشاهدين همينا. وطبعا هاي أجواء كورونا شوي ضوجتنا بالبيت صراحة، قتلنا الملل، فحتى نحاول نكسر الملل أكل عب ممكن نلعبها بالبيت. تمام أصدقائي؟ نعم. وأنت أيضا يا عمر عندي فقرة نعم أو لا. تمام؟ هذه الفقرة راح أمسكك بها رقعتين وتشد عيونك طبعا، يعني هاي فقرة لو يعطيني هي زميلي المخرج، شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا الكرام، هاي الرقعة نعم، وأتمنى ما تقلدوا عليه لأن عملتوها بيدي بالبيت، كون إنه اليوم الديكورات معامل ديكور معزلي كورونا تعرف. يلا خلينا نمشي أمرنا هسه حاليا. هاي رقعة نعم، مسكها بيد، وهاي رقعة لا، مسكها بيد الأخ. تمام زين، وأنا إيش راح أعمل؟ راح أقوم ستا، إحنا بعدنا على الهواء طبعا، ولبسك هي لادي هي الفقرة تقول الشكل هذا ما تمام شوي تحملني هذه يعني. هذه يلا يا حلو. الله الله الله، خمات تشع أسود، أشوف أسود بس هذا ما أشوف أحمر مثلا. يلا يا حلو. قل يا حلو من الله جابك منطفى الضوء ملك شغل، يا استراحة اعتبر استراحة المولدة. شايف بالصيف من قفي استراحة يصير بيك ويصير بينا. يلا السؤال الأول يقول، طبعا أنت راح تجاوب بس ترفع رقعة النعم، تشيل النعم إذا كانت جاوبتك نعم، تشيل لا إذا كانت لا. تمام نعم. نزل إيدك هسه حاليا، خلينا أسألك صبر شوية زين، وما تحكي شيء أوكي. يلا هل أنت شخص وفي؟ زين صحيح انت قناتك المفضله هي طيور الجنه وسبيس تون؟ طيب هل عجبك برنامج حكي مصلاوي؟ شكرا. هل انت تعشق صوت الوالده؟ تعشقها عشق. طيب انت يعني فقد يوم عم تمشي بالسوق وعثغت وما طلعت قدام الناس وضحكوا عليك، صحيح صار معك هذا الموقف؟ احسن. طيب صحيح انت ماكو بجيبك بس 1000 ربع؟ اشتيده. صحيح انت لما يجي الليل ويطفي الكهرباء تصير ظلمه تخاف تروح المطبخ الا تاخذ احد معك؟ احسن. في اكو شغله غلط ما انا عارف. الأختوك لا تحكي، ما يصير تحكي، ما يصير شدينا عيونك، ما يصير تحكي زين. هل تعشق رائحة البصل؟ جابتك حلوة طبعا يعني. زين أنت لما تبكي لما تحس بالجوع؟ أكيدك. خلصنا الفقرة، شيل هاي من عيونك. الله هسه ترى حشغل بالمولده ويرجع الوطن او يرجع الكهرباء. الله رجع الكهرباء الحمد لله على السلامه. ها شلون كانت معك الفقره؟ ان شاء الله حلوه. لا كلش حلوه. ها اجابتك سهله ما يراد له شيء يعني. ان شاء الله صنعنا الضحكه للشباب والجمهور بشكل بسيط. ناوشني الاغراض العده مالتي حتى اريحك منها طبعا. وعندي فقره هي فقره ملغي الكلام. تمام الفقره هذه اول شيء انت لازم تركز معايا على الاشاره. تمام اذا من كلمتين او ثلاثه فانا حاشر لك الكلمه، اشر لك وانت تجاوب وانا ما راح احكي تحذر هاي الكلمات. تمام اوكي ان شاء الله. واتمنى من زميل المخرج يتناوش مني هاي الادوات حتى نكمل سوا. تمام جاهز؟ جاهز. اوكي اوكي أغنية. أول كلمة أوكي نعم
كن منصفا يا سيدي القاضي. محكمة عاشت ايدك. طبعا راح نبلش بالسؤال الثاني. تمام؟ نعم. مسلسل عدد حلقات. نعم. جزء من جزئين من اول. اي نعم. دائما كلمتين معود. اي كلمتين شعرك من كلمتين. اي عندك قاعده طبعا. يلا من كلمتين اول كلمه. هاوية حافة الهاوية. وحش الهاوية. حافة الهاوية. هاوية. دراكولا. استسلمت ودادة. استسلمت يا أخوي. وادي الذئاب. وادي الذئاب. ما إيش عارف. وادي. وهاي النزلة. خلي روح على خلي بس رجع بس نظارات. خلي أشوف. ما إيش عارف صراحة أنا تبغى على. فعلا. هم مسلسل أيضا. من كلمتين. ثانية الأولى. الجميلة. هاي ثانية. هاي ثانية. الأولى جميلة والثانية ما بها حسنا أروح. باب الحارة. حريم السلطان. أحسنت. حريم السلطان. الله عافية. من هذه؟ مسلسل تركي. طبعاً بعد عندي آخر شيء. بس ما أعرف يعني هل راح يسعفني الوقت أو لا. ولكن راح أخذ آخر سؤال. وإذا حاول تركز معي أكثر حتى نختصر الوقت. إن شاء الله. الوقت. تمام؟ يلا. خشبة مسرح. مسرحية. أوكي. ثلاث كلمات. الأولى. باب. بوابة. أولى والثانية. نعم. بيت خمس بيبان. أحسنت. بيت خمس بيبان. ممكن ما تحزق أول كلمة ممكن قد تحزق الكلمة الثانية. النجم جاسم شرف. فك الشيفرة من هوني. تحياتنا للفنان جاسم شرف. مسرحية جدا رائعة. مسرحية بيت وخمس بيبان. أنا أحييك ولحد هوني طبعا راح أبلش بفقرة الأمثال مصطاوية حتى ننهي هذه أو ننهي هذا اللقاء. للأسف أنا ما أحب أنهي اللقاء هذا صراحة. ولكن خلي نستمتع أكثر من خلال هذه الفقرة. فقرة الأمثال المصلاوية. إن شاء الله. تمام؟ طبعاً فقرة الأمثال هوني عندنا أفكار ما أفكار أمثال مصلاوية عيني فحاول أكون أنشط. إن شاء الله. يلا. أنت أشرب بأمثال دقيقة قبل أن أشرب. لا عجبك إن شاء الله. عاد عجبني.
يلا خلينا نبلش. بلش. المثل الأول يقول غشعها الشظي والمضي. غشعها نقصد بينه غشعها الشظي والمضي. غشعها اللي صار واللي راح يصير. لا لا يقصد بيه ضاق الأمرين. أمرين عزيز. يعني تأذى. تقلد صار واللي راح يصير. هاي أهداف. المثل بعد يقول بعينه باي يسكر أو يطوف على شبه ماي. هذا نقصده على الشخص اللي مثل ما نقول ينغدر بسرعة وصدق بساعة. نقول يطوف بشبه ماي. يأخذه بكلمتين. يسكر معنا باي. عاشتينك حلو حلو. بات حزنان ولا تبات ندمان. أفضل. هذا اللي أيضا يقال أنه بات مظلوم ولا تبات ظالم. تمام؟ يعني ندم على كثير من التأثير على النفس يعني بكثرة التأثير على النفس يصير ندم فقوة. يعني فضل الآخرين عليك أحسن ما بيت معمور مقابل التنور. تغشعه هو وبيته وشاراته وسيارته الفارهة. هو بيته من جوه ركيك جدا. ايه ويشكي شكشك يتبكبك. صح. يتنغوج. ايه. يقغط حصى. من هذا اللي يقغط حصى؟ قل علينا هذا واحد يقغط حصى. هذا واحد شديد البأس صعب التعامل. نعم. أحسن شديد البأس. يعني حرفيا صحيح. الله يحفظك. يسخمن وجهه ويمسكون مغي. ها ها. هذا اللي دخل بأمور ما تعنينه طبعا. يشوف سوداء وجهه ايش كان بسبب تدخلك. تعال شوف ايش صار. اكيد. طيب يفرغ خلف الباطي او يفقد جنب الماعون. هذا اللي نقول عنه اللي يتكلم بشغله ما لها داعي بالاصل. يعني مثل ما انت تحكي له على شغله معينه هو يفصلك بغير شغله. حلو. يرزق الدود من حجر الجلمود. هذا اكيد رب العالمين. ان شاء الله رب العالمين. هذا اللي رب العالمين يرزق العبد ولو كان بابعد مكان. لا 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 المقصد بينه انه يستفيد من كد الغير. أكيد. وهو عاجز وعاطل عن العمل. فنقول يرزق الدود من حجر الجلمود. مثل بعد يقول اللحية اللي تفارقها لا تستحي منها. ايش تقصد بينه؟ انت بعد شلت يعني ايه تفارق لا هاي حال اللي اللي شلته بعد ايش تستحي منه؟ عافيه والله اذا بردتك زدت الابغه تسمع حسه من الصنطه من الهدوء. هدوء هدوء. انا احييك خلصت الفقره هذه. اريد اشوف فد فكره يعني عنك انت حاليا شوي نحكي حتى طبعا. أجواء إن شاء الله راح تكون أجمل إن شاء الله. رب العالمين يخلص من كورونا. آمين أجمعين. ويخلص هالأجواء هذه إن شاء الله. تكون أيام أفضل. وهاي الأيام العانات اللي إحنا نعيشها تكون ذكريات إن شاء الله. حكينا عن أنت حياتك العملية وأعمالك الفنية. أنت كيف توازن ما بين شغلك؟ هل شغلك أن يمنعك من الرسم؟ هل ممكن أن أنت يجي يوم من الأيام وتعوف الرسم؟ هل أكو شيء تحدي صعب خلاك تعوف الرسم؟ إيش هي التحديات اللي واجهتها؟ التحديات اللي واجهتها صراحة هي كثيرة. مثلا طين أكثر تحدي واحد بس هذا كن عانيت بينه أنت. وقت الطويل بالعمل. الوقت الطويل بالعمل؟ وقت الطويل بالعمل نعم. يعني مثلا أطلع للمحل أو المكتب. عندك محل تجاري. أي نعم محل موبايلاته. حلو. تطلع من 9 من 10 الصبح ارجع الساعه 11 ونص 12 بالليل. أوه. فماكو اي وقت تطيق. ممكن تمارس هوايتك وانت بالمحل اذا تخلى من الزبائن. نعم. مثلا الف الحمد لله والشكر محلنا علينا يعني اقبال شديد من الزبائن. الله يرزقك. الله يوسع عليك ان شاء الله. الله يحفظك. فاستغل الرسم باوقات قليله خصوصا مثلا خميس على الجمعه. انتقلت برمجيات وحواسيب هذا الشيء. اي سوفت وير لو سوفت وهاردوير. سوفت هاردوير اثنيناتهم يعني تبرمج وكذا زي ما تفكر. ايش رايك بالفن الديجيتال؟ رائع جدا. ما فكرت انه تشتغل عليه؟ والله فكرت وصراحه بس مثل ما اقول الوقت والله العظيم يعني ما ياخذ 90% من وقتي. بس يعني بس فن رائع جدا الديجيتال. يعني احنا ما نريد بس انه انت تشتغل وخلاص. احنا ايش نحتاج؟ انه انت تكون مستمر لان حتى انت تنافس بالدول. انت اليوم ابن بلدك.
ابن بلدك انت يعني هاي تكون فنان، تكون مثقف، تكون واجهه حضاريه وثقافيه لبلدك وناسك واهلك وين ما انت كنت. فاتمنى من حضرتك انه هاي اعمالك تشتغل عليها وتعمل لك بها معرض واحنا كلتنا نزورك ان شاء الله. لي الفخر ان شاء الله اذا زرتمنا، ونطمح ان شاء الله للقادم بتطوير شغلي ان شاء الله. ان شاء الله خلي يكون مثل ما نقول يشوفونا شويه اللي المسؤولين نقابة الفنانين وغيرهم وغيرهم ان شاء الله. ممكن تتعنى عليهم، احكي معهم، قل له عندي اعمال وعنده كذا، وشارك بمهرجانات، ممكن تشارك يعني أكيد. النصيحه كل من عنده عمل حتى لو كان بسيط، حتى لو كان هالقد ممكن يشارك، خلينا نشوف اراء، لا يستحي. اكيد خطوه الالف ميل ما تمام، رحله الالف ميل تبدا بخطوه. احسنت. لازم واحد هذه قواعد المبدعين، وانا احييك. انا غير اسمع منك فقط كلمه اخيره هكذا حتى نختم بها اللقاء. نعم. اولا نحب يعني نوصل الشغله اللي عندنا لكم، الرسومات والشغلات اللي قاعد نقدمها طبعا هي لعيون المشاهدين والمتابعين والمشجعين، وصراحه يشرفني ان اكون ضيفكم بالبرنامج اللي هو حكي مصلاوي. نعم انه سلام. يكون طريقي الابداع المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله احنا شرفنا ان تكون يعني هذا البرنامج ممكن او هذا اللقاءك اليوم يفتح عندك الافق، يوسع عندك الافق حتى الناس تعرف عليك وتعرف على اعمالك همينا. وانا ادعو كل الموهوبين الشباب والشابات ايضا من الشباب يعني بالاخص اللي بالعمر 20 وال 25 ولا حتى الاصغر، حتى لو عمره 15 سنه، حتى لو 18 مو مشكله، حتى لو المهم انت او انت عندك موهبه طيق ممكن تراسلني من خلال صفحتي عبد الرحمن سعد على الفيسبوك بالعربي، وممكن يكون له فرصه تكون ضيفي في هذا البرنامج. وانا طبعا اشكرك جزيل الشكر يا عمر، وتشرفت بيك، وان شاء الله نلقى لقاء اخر. تحياتي لك. الله يحفظك. شكرا بيك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، لهون وانتهت حلقتنا من هذا اليوم برنامج حكي مصلاوي. اتمنى تكونوا استمتعتم، واتمنى تكون الحلقه نالت رضاكم. كان معكم بالاعداد والتقديم عبد الرحمن سعد. شكرا لكم ومع السلامه.